السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الأعزاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أحبائي الأعزاء غنقدم لكم واحد الوصفة طلبوها مني الناس. هذه الوصفة هذه خاصة بحريق البول، حرق البول اللي كيعرفوه كاع الأغلبية، كيتصاب به المرأة اللي حاملة أو لا تيتصاب به حتى الرجل. حرق البول هو مزعج بزاف، أنا شخصيا جربته فاش كنت حاملة، يعني هو ماشي شي حاجة مزيانة، بنادم كيديرونجا بزاف، وبزاف تاع الناس بغاو وصفة فعالة وباش تهنيهم من حريق البول. هاد الوصفة اليوم أحبائي الأعزاء خاصة النساء اللي طلبوها مني اليوم جبتها خصيصا، واخا غادي تكون شي شوية مكلفة. هاد الوصفة هادي راها غادي تخلصكم نهائيا من حريق ديال البول. بالنسبة لبزاف ديال العيالات مساكن بغاو وصفة تكون فعالة. هاد الوصفة هادي كيف ما كتشاهدوا انا جبت لكم بعض النماذج اللي غادي بعض المكونات اللي غادي تكون منها هاد الوصفة ديال حريق البول. هاد الوصفة هادي المكونات اللي فيها كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء، عندنا الحلبة، طريقة ديال استعمال ديال الحلبة، غادي نشدو الحلبة وغادي نغسلوها وغادي نقليوها شوية، ندوزوها نصهدوها في المقلة وغادي نطحنوها. هادي بالنسبة للحلبة. اما بالنسبة للسانوج تا هو غادي نقيوه وغادي نشدوه ونطحنوه، غادي نقيو السانوج ونطحنوه. وبالنسبة للحبر الشاد حتى هو نفس الطريقة، غادي نطحنوه باش يعطيونا واحد البودرة، وغادي ديك البودرة غادي تكون شي شوية مرة. طريقة ديال استعمال ديال هاد الوصفة هادي، نعاود لكم احبائي الاعزاء المكونات. غادي تاخدو احبائي الاعزاء الحلبة، القدر ديال 200 غرام ديال الحلبة، زائد 200 غرام ديال السانوج، زائد 100 غرام ديال حبر شاد. غادي نشدو هاد المكونات هادو احبائي الاعزاء، غادي نشدوهم وغادي نطحنوهم كاملين باش يوليو باش تولي عندنا بودرة، ونخلطوهم نخلطو الحلبة مع السانوج مع حبر شاد. وغادي خصكم واحد المكون وهو ضروري منه، وهو العسل الحر. انا كنأكد احبائي الاعزاء ضروري من العسل الحر، الكمية اللي غادي تكفاكم في هذا المقدار اللي عطيتكم دابا وهو كيلو ديال العسل الحر. تقداو كيلو ديال العسل الحر غادي تبقى عندكم هاد الوصفة هادي، تستعملوها مدة وتستعملوها مدة، هي كتنفع بزاف للذات حتى بزاف ديال الامراض ممكن تشافوا منهم، ماشي حرق البول، لان هاد المواد اللي مكونه منهم هاد الوصفه هادي مواد طبيعيه ومواد صحيه تتنفع الجسم ديالنا من جميع النواحي. غادي نعاود احبائي الاعزاء المقادير ديال الوصفه. غادي ناخذوا الحلبه، غادي نطحنوها، الكميه اللي عندكم جهد 200 غرام حتى 300 غرام، ماشي مشكل في الحلبه. غادي ناخذوا كيف ما قلت لكم الحلبه، غادي ناخذوا 200 غرام ديال السانوج، 200 غرام ديال السانوج غادي يعبروا لكم مول الحانوت، 200 غرام ديال السانوج و100 غرام ديال حبر شاد. غادي ناخذوا 200 غرام ديال السانوج و100 غرام ديال حبر شاد، والاختيار لكم في الحلبه انكم ديروا 200 غرام ولا 300 غرام، ماشي مشكل الحلبه، ماشي مشكل في الغراماج ديالها. الغراماج اللي محدد هو الغراماج ديال العفو احبائي الاعزاء ديال السانوج وحبر شاد. سانوج 200 غرام وحبر شاد 100 غرام، والحلبه لكم الاختيار انكم ديروا 200 حتى 300 غرام، ماشي مشكل. والطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه، غادي نطحنوا الحلبه وغادي نطحنوا سكينج العفو السانوج وغادي نطحنوا حبر شاد، وغادي نخلطوهم مع كيلو ديال العسل الحر، كيلو ديال العسل الحر. وغادي تبداو احبائي الاعزاء كل صباح على الريق تاخذوا معلقه من هذا الخليط هذا من هاد الوصفة هادي، وحتى مزيانة حتى الناس اللي فيهم البرد.
هاد الوصفة هادي كونوا أكيدين أحبائي الأعزاء، وصفة رهيبة كتخلصكم من حريق البول نهائيا، ما غاديش يبقى يدور بكم حريق البول. هاد الوصفة هادي جربوها بزاف ديال الناس وشكروني عليها، الحمد لله. كنتمنى أحبائي الأعزاء إلا ما فهمتوش شي حاجة في هاد الوصفة هادي، أو لا ما فهمتوش الطريقة ديال الاستعمال ديالها، ممكن تخليو السؤال ديالكم في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. كنتمنى احبائي الاعزاء انكم تدخلوا عندي القناة وتسجلوا عندي وتشجعوني باستمرار، باش تشجعوني بلايك باستمرار، باش نقدر انني نجيب وصفات اخرى. والى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله.